بعض الفلكيين يدعي أن حركة المد والجزر في البحر لها علاقة بالقمر والنجوم، فهل هذا من التنجيم ونسبة؟ لا لا، هذه يقولون آخر الشهر وأول الشهر البحر يمد، له وقت يمد له وقت يجزر. الله، هذا مما أجراه الله في هذا الكون. نعم، ولا علاقة له بالقمر ولا علاقة له بالنجوم. نعم.